بكم فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار في الفيديو الجديد. كل عام وانتم بخير، نحن نود عام ونستقبل عام جديد باذن الله. نتمنى ان يكون عاما سعيدا على كل الابراج باذن الله. اليكم توقعات عام 2020 للأبراج وخصوصا لمواليد برج الحمل. فهل سيكون عام 2020 أفضل من العام المنصرم 2019؟ وما هي أبرز التوقعات والأحداث التي ينتظرها برج الحمل في عامه الجديد 2020؟ نقدم لكم لمحة عامة عن توقعات برج الحمل للعام الجديد 2020 على شتى الأصعدة في هذا الفيديو، فكونوا معنا. لا شك أن عام 2019 كان حافلا بالأحداث الهامة لمواليد برج الحمل، وتجلى الحظ للبعض منهم حول الانفتاح والسفر، أما البعض الآخر تعلموا من دروس كثيرة في هذا العام، حيث كان المشترى وهو كوكب الحظوظ داعما لمواليد برج الحمل، وقام بإنقاذهم في اللحظات الأخيرة على الصعيد المهني خصوصا من تأثيرات كوكب زحل السلبية. في نهاية هذا العام يخرج كوكب المشترى من القوس ويعبر إلى برج الجدي لينضم إلى زحل وبلوتو ابتداء من شهر ديسمبر إلى مارس 2020. بعد ذلك ينتقل زحل ويترك المشترى وبلوتو فقط. فما الذي سيحدث بالتغيرات الكوكبية الجديدة؟ هذا ما سوف تعرفه إذا تابعتم معي الفيديو. بالنسبة لمولود برج الحمل، كان هذا العام حافلا بالمخاطر والضغوطات على الصعيدين المهني والدراسي، مما جعله يخوض تجارب عديدة نقلته إلى مواقع أخرى، ولكن زحل وقف بالمرصاد وعلمه الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى الآخرين بل واستشارتهم أيضا، مما جعل مولود الحمل يمر ببطء في حياته المهنية واصطدامه في شخصيات متسلطة من مدراء ومن قوانين صارمة وعرقلة في حياته المهنية. وكذلك ظهرت المواقف والقوانين والشروط الصعبة والمقيدة لكل حركات مولود الحمل، فعانى من مشكلات إدارية وقانونية. في نهاية العام سيشهد مولود الحمل انضمام كوكب المشترى في هذا الموقع الجديد، مما يعني أن آخر شهر من السنة ستكون فترة دقيقة وحساسة على الصعيد المهني والمالي. في بداية عام 2020 يشهد برج الحمل انضمام كوكب المشترى لتكون نهاية عام 2019 بداية سنة مصيرية في حياة مولود برج الحمل، وستشكل لك مفترق طرق على الصعيد الشخصي والمهني والمالي أيضا، وستشهد أيها الحمل مفاجآت وتغيرات هامة خصوصا على الصعيد المهني لتدفعك لضرورة التصحيح والتصويت لضبط الأوضاع وقطف ثمار نجاحك. لذا ينصحك الفلك بدراسة كل شيء بطريقة دقيقة والابتعاد عن الحماس في التصرف والكلام، وإياك وتحدي القوانين. فوجود كوكب المشترى في برجك هذا العام وهو كوكب الحظ سيضع لك شروطا لكي تنجح، وهذه الشروط صعبة كما وقد يضعك في بعض الأخطاء في مهنتك أو عملك، مما يتسبب لك ببعض الحيرة والخسارة أحيانا، وسيثير أيضا في حياتك العاطفية نقصا أو غيابا أو جفافا قد يزعجك على فترات طويلة من السنة. مواقع الكواكب في برجك تع
ستفرض عليك الحذر وعدم المغامرة والحماس الزائد، فتساهلك أو استخفافك بأمورك المهنية واتكالك على الحظوظ في عام 2019 أوقعك في ضياع العديد من الفرص التي كانت أمامك. فالمشترى يضعك أمام اختبارات صارمة على صعيد مهنتك، إما أن تتجاوزها بسلام عقلك وحسن تصرفك أو عدم تجاوزها. هذا العام يتطلب منك مضاعفة جهودك ويحملك مسؤولية كبيرة، الأمر الذي يشعرك بالتوتر والإحباط. هذا الكوكب يدعمك ويضرك في نفس الوقت، إذ سيساعدك على تحسين أدائك وكفاءاتك وتكوين مكانتك الاجتماعية، كما أنه سيعدك بالسفر إلى بلدان جديدة بعيدة، ولكن جميعها متعلقة بالأمور المهنية والعملية. ربما تقدم على تغيرات أساسية في عملك وتبدل أساليبك ومواقعك في العمل وتقلب بعض الموازين. قد تطرأ ظروف غير متوقعة تجعلك تغير بعض الاتجاهات، سواء كانت مهنية أو عملية، وأيضا عائلية أو رسمية لها علاقة بسياسة ما. وقد تعرف انقلابات جذرية في هذا الإطار وتعيد النظر ببعض الاعتبارات. ربما تكتشف افتراء أو كذب بعض الأشخاص، الأمر الذي يجعلك تثور وتواجه العقبات على صعيد مهنتك فتنتصر على كل العوائق. إذا أردت النجاح أيها الحمل، عليك اعتماد النظام وألا تتحدى القوانين والأنظمة والسلطات، والسعي من أجل تثبيت مواقعك وعدم الإهمال والمحافظة على مكاسبك. هذا العام يتطلب منك الحركة والسعي الدؤوب الدائم ولا تعتمد على الحظ المطلق. عليك أن تكون حذرا في هذه السنة كي تتجنب التورط في أوضاع دقيقة تتسبب لك في متاعب قضائية على الصعيد المهني أو الشخصي وتؤثر سلبا على شتى نواحي حياتك. بالمقابل ربما تسترجع حقا أو تتوصل إلى ربح قضية لها علاقة بأحداث ماضية. ينصحك الفلك بالتأني دائما، خصوصا أن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة. ربما تجد نفسك في منصب أو موقع أو مهنة جديدة تشعرك بمسؤوليات ضاغطة ويولد لك بعض القلق. تواجه حقائق متعبة في بعض الأحيان، هذا ينتج عن تغيير العمل أو المهنة أو تخصصك الدراسي، فكن منتبه لهذه التغيرات. في هذا العام ستقوم بغربلة علاقاتك العاطفية والاجتماعية، وسوف تكتشف أن هناك أصدقاء كانوا سببا في ظهور بعض المشاكل ومعاناتك من المآسي في العام الفائت، فتشعر أن علاقاتك بدأت تتقلص هذا العام، حيث ستختار الأصدقاء الوفيون فقط. وإليكم بعض الصفات والحقائق المثيرة لبرج الحمل. مهما تأخر الحمل في الاستيقاظ أو الهروب من المنزل، يكون أول الواصلين. برج الحمل متلهف للحب، وفي كل مرة يعيش الحب كأنه يجربه للمرة الأولى. الحمل لا يقوم بما يراه صغيرا في حقه، إما أن يخطو خطوة جبارة أو لا يخطو. الحمل لا يتخلى عن أصدقائه، ولكن هم من يتخلوا عنه. يمكن للحمل أن يقنع الناس بسهولة. الحمل جدير بالثقة ويثق بسهولة بغيره. لا تتوقع من الحمل أن ينقذك دائما. لتزعج الحمل كن سلبيا، قل هذا غير ممكن. إذا قال الحمل آسف فإنه لا يكرر أبدا ما لأجله قال آسف.
99% من وقت الحمل يكون فيه منزعجا أو معرضا للإزعاج. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.